عنا اليوم كان عدد كتير كبير من الوصفات شيف محمد بلش يحضركم إياها، وطبعا اللي بيجمع بيناتها كان هو الشوكولا. رح ننتقل لعنده هلأ ونعطيه كل الوقت المتبقي لحتى تقدروا تتابعوا كل التفاصيل مع ورشة ملح. صباح الخير مجددا. نحن حنذكر شو عملنا أول ما بلشنا. عملنا الموس شوكولا يلي هي حليب كريم صفار بيض سكر شوكولا وكريم شانتيه مخفوقة نسخفقة. سخنا الكريم والحليب على النار، حطيناهم فوق الصفار والسكر مخفوقين مع بعضهم، رجعنا حطيناهم لحتى يوصلوا لحرارة 85 درجة أو منحطهم نرجع نص دقيقة تقريبا على النار، منشيلهم منحطهم فوق الشوكولا منحركهم مزبوط لحتى يدوب الشوكولا، نرجع بنخليهم ليبردوا شوي بنحطهم على ثلاث دفعات مع الكريم شانتيه وبنخلطهم مع بعضهم ونحطهم على جنب لحتى بس بدنا نستعملهم. رجعنا حاطين نحن هون الزبدة والشوكولا يلي هو شوكولات جليز لحتى نزين فيه البراونيز، والبراونيز نحن اللي حنبلش هلا نحضرها نحن وياكم. برجع عنا كمان الكريم شانتيه شوكولا، نحن حضرنا الكريم شانتيه شوكولا هي عباره عن كريم وسكر بودره وكاكاو، رح نرجع نحضرها كمان قدامكم لحتى اللي ما بيعرف يحضرها يشوف الستيب باي ستيب نحن كيف عم نحضر. فاذا نحن حنبلش نحضر البراونيز. مثل ما قلنا البراونيز نحن ما حاطين فيها شيء، نحن حاطين فيها بس بيض وسكر شوكولا وزبده وطحين وبيكنج باودر. فينا نزيد عليها جوز، فينا نزيد عليها شوكولا، فينا نزيد عليها برش ليمون كرمال الطعمه، فينا نحط شوكولا شوكليت شيبس اسود، فينا نحط شوكليت شيبس ابيض، وهذا الشيء كلياته موجود بالسوبر ماركت. اول شيء هون عندنا رح اخلط السكر مع البيض، حنخفقهم بطريقه تكون شوي لحتى ما نستعمل المكنة، لأنه المكنة ما حتلقطن لهول، هول كمية صغيرة شوي. رح نخلطهم نحن قد ما فينا. بهالشكل، فينا نحط لها شوية فانيليا كرمال ريحة الزنخة. أنا ما حطيت لها فانيليا لأنه إجمالا الشوكولا بغطي على طعمة الزنخة، ما بتقعد بتبين بالكيك مثل ما شايفين هون. حركنا الصفار مع السكر، خفقناهم بطريقه تكون سريعه شوي. هلا رح زيدهم انا فوق الشوكولا والزبده، نخلطهم مع بعضهم بهالشكل. هون عندنا الزبده والشوكولا دايبين مع بعض، حطينا فوق منهم السكر والبيض، عم نحركهم بهالطريقه بس ياخذوا بعضهم مزبوط. رح نرجع نضيف فوق منهم الطحين والبيكنج باودر مثل ما شايفين هون، اخذوا بعضهم كلياتهم. هلا حنزيد الطحين والبيكنج باودر. رح نخلطهم مع بعضهم بطريقه تكون كتير منيحه، واكيد الطحين والبيكنج باودر بدهم يكونوا منخلين كرمال ما يطلع في شقف طحين بقلب الكيك بهالشكل. حارجع انا احطهم بقلب كابس، انا جايب كابس دهنهم زبده كرمال ما يلزق عليهم الكيك. فينا نمدهم على صينيه، فينا نحطهم بقوالب اللي نحن بدنا اياها. انا جايب معي كابس الومنيوم حنحطهم بقلبها. مثل ما شايفين دهنينهم نحن بالزبده كرمال ما يلزقوا، كرمال يطلعوا معنا بطريقه تكون كثير سهله. هون هحط الميكس تاع البراونيز. بهالشكل. حنجيب مقص. حاسكبهم بقلبهم.
اكيد ما حنكتر كثير، نحن حنحط تقريبا اقل من نصها بشوي، لانه هي بدها تنفخ بقلبها بيكنج باودر، والبيض كمان رح ينفخها شوي بهالشكل. اوكي، هلا هني تقريبا بدهم شويه وقت بالفرن، ان شاء الله يا رب نلحق نخلصهم قبل ما يخلص الوقت عنا. حفوتهم انا على الفرن ورح نبلش نذكر نرجع بالروستات. فاذا بذكر بالنسبه للكرامبل، عنا الكرامبل عبارة عن زبدة، سكر، طحين وكاكاو، إذا بدنا نعملها كرامبل شوكولا. الكرامبل بنعجنها كلياتها على المكنة، وبس تصير عنا عجينة بنرقها، فينا نحطهم، فينا نرقها على الطاولة، بنقطعهم قطع صغيرة، وفينا نعملهم بالمبرشة وبنخبزهم بقلب الفرن على حرارة 180 درجة، بدهم تقريبا من 8 دقائق ولا 10 دقائق، وإذا كانوا الحبوب كثير صغار بياخذوا وقت أقل. فاذا نحن حنعمل هلا، عندنا عجينه كرامل رح نعمل الطريقه اللي حكينا عنها هلا، رح نرجع نخبزهم ورح نرجع. عندنا هون الكريم شونتي شوكولا كمان رح نرجع نسويها مره ثانيه. هلا انا هون حاطط كريم سكر بودره وكاكاو، حاخلطهم مع بعضهم. إذا حخليهم أنا لحتى ينخفقوا هن على راحتهم، نحن رح نجي لهون نعمل الكرامبل بالطريقة يلي نحن حكينا عنها. هذا الكرامبل إذا بدنا نبرشهم بنجيب المبرشة على السن الكبير، بنصير نبرشهم، بس بنحطهم بالفرن بنحط ورقة الزبدة على قلب الصينية، وبنفرق نحن الشقف الكرامبل، بنفرقه عن بعضهم لحتى ما يلزقوا ويبقى الحجم تاعهم مثل ما نحن بدنا إياه. هلا انا رح بلش رح اعمل كرامبل، بس ما حاعملهم بالمبرشه، رح اعملهم بطريقه كيوبز صغار ورح فوتهم على الفرن مع البراونيز مثل ما شايفين بهالشكل. بنقطعها هيك، بنرجع بدنا نعملها كيوبز، بنقطعها بهالشكل. فينا نحطها فينا نرقها ونحطها بقوالب، نرجع بنكسرهم كمان ما عندنا مشكله، فينا نحط يعني فينا نزين بالطريقه اللي نحن بنحبها واللي نحن بنرتاح فيها. فاذا بنصفهم نحن بهالطريقه، حنجيب صينيه بنحطهم بهالشكل، بنبعدهم عن بعضهم. وبنفوتهم على الفرن، بس اكيد مش يعني ما فينا نفتح نحن دغري على البراونيز عشان ما يهبطوا. وبنخلي البراونيز بس لحتى يخلصوا، بنرجع بنفوت نحن الكرامبل على الفرن. رح نشوف نحن شو صار معنا بالكريم. الكريم بدها بعد شوي. فإذا
مثل ما قلنا بالنسبة للموس شوكولا، نحن موس شوكولا ما حطينا فيها جيلاتين. إذا في حال بدنا نعملها نعمل قوالب موس شوكولا بيجوا مثل قوالب أنترومي، بحاجة نحن لحتى نفوت فيها بقلبها جيلاتين، لأنه إذا ما حاطين جيلاتين مع الوقت رح تذوب الموس شوكولا ورح ينتزع كتير شكله للقالب، فيفضل أكيد ينحط جيلاتين مع الموس شوكولا. أما أنا حاطتهم بقلب شوت صغار، ما بحاجة لحتى أحط جيلاتين، وإذا بدنا نحط جيلاتين كمان موجودين طريقة هينة، يعني بالسوبر ماركت فينا نجيب جيلاتين. هون عنا الشوكولات جليز، بدنا نغطس فيه البراونيز بس يطلعوا من الفرن. هنحط شوكولات جليز على البراونيز، رح نرجع نزينها بالديكور شوكولا يلي سويناه، ورح نرجع نزينها كمان بالكريم شانتي شوكولا يلي عم نعمله. شوف إذا البراونيز إذا فينا نفوتهم على الفرن للكرامبل معهم. لا ما بفضل. فإذا رح نستعمل نحن هذا الكرامبل، ورح نستعمل الموس شوكولا اللي نحن حضرناها. مثل ما شايفين انا حاطط الموس شوكولا بهول الشطات، فينا نحطهم بالكبايات اللي بدنا اياهم، فينا نزين الطريقه اللي نحن بدنا اياها، ما في اي مشكله ابدا. فينا نحط مثل ما قلنا برش ليمون للناس اللي ما بتعرف شو هو برش الليمون. بنجيب ليمونه وبنبرشها بطريقه تكون كثير دقيقه، يعني ما نفوت القشره البيضاء تاعت الليمون مع البرش، لانه القشر الابيض بيعطي طعم التمروره بقلب الدسير، بس الاورانج كثير طيب مع الشوكولا. فينا نحط برش اورانج، فينا نحط برش حامض، فينا نحط اي شيء، يعني حتى مع الكرامبل فينا نحط برش ليمون، ومع الكريم شانتي كمان فينا نحط برش ليمون اذا بدنا نعمل الميكس الدسير اللي نحن بنعمل كلياته. اذا بدنا نعمل الدسير كلياته شوكولا اورانج فينا نحط اورانج كمان. نحن رح نطلع بريك، وبعد البريك رح نخلص الديكوريشن تعول الموس شوكولا، ورح نشوف البراونيز وين صار. نوصل الى اخر 10 دقائق نحن وياكم مع ورشه ملح وشيف محمد. هلا فيك تروح على البيت شيف محمد، انا استلمت الشوكولا. بس عم باكد لك ما بيضل في شيء منه انت، لا حتى تزين ولا لحتى تعطي رسيتات. طيب خلينا نرجع لانه معنا 10 دقائق حتى الناس يلي انه ما تابعونا من الاول يعرفوا بالضبط نحن شو اشتغلنا اليوم، شو كان معنا من على بكره. صح، نحن عملنا موس شوكولا، بلشنا بالموس شوكولا اول ما بلشنا الحلقه. حضرنا الموس شوكولا وسكبتهم بقلب هول الكبيات يلي هن هول. اوكي بعد بدهم يسقعوا بعد شوي، بده يسقعوا اكيد يجمدوا. ايه اوكي. هو بينحطوا اجمالا من نهار لنهار او من الصبح لبالليل كرمال الاميرسيون، يعني ينعمل اميرسيون مزبوط بين الانجريديون اللي بقلبه. عظيم. حطينا حليب وكريم على النار، خفقنا السكر وصفار البيض، وحاطين شوكولا مقطع، وحاطين كريم شانتيه مخفوقه نص خفقه. هلا اللي ما بده يستعمل كريم بيقدر ما يستعمل كريم، بيقدر يحط، يعني نحن حطينا 125 جرام حليب و125 جرام كريم على النار، يلي ما بده يستعمل كريم بيقدر يحط 250 جرام حليب على النار، بس رح تطلع معنا الموس طريه شوي اكثر، فبيقدر يزيد له هو جيلاتين. لو حطه بيعملها بشوتس بيقدر يزيد له هو جيلاتين، بتطلع كمان مرتبه مثل الريسيت اللي نحن عملناها. هول وعملنا البراونيز كمان هلا محطوطه بقلب الفرن. فينا نزعبر؟ بدنا نشوف اذا حنقدر نزعبر. ايه بدنا شوية وقت بعد، بدنا بعد نتفة وقت حتى نطلعها. يلا بدنا تقريبا شي 12 دقيقة. في اثنين بلشوا يطلعوا. ايه و... ايه اوكي وعندنا الكرامبل شوكولا يلي بدنا نزين فيه الموس شوكولا. الكرامبل هو عباره عن زبده، سكر، طحين وكاكاو. مثل ما قلنا اللي ما بده يعمل على شوكولا بيقدر يشيل كميه الكاكاو ويحط بداله، يحط طحين بدل الكاكاو يلي يحطهم. وعندنا
كيف حتى طلع معنا هيك؟ انا برشتهم بالمبرشه يعني بالأول. عملت العجينه وسقعتها، بس سقعتها شلت العجينه هي مسقعه فريزر يعني؟ فينا بالبراد اذا نعملها قبل بوقت فينا نحطها بالبراد، واذا مستعجلين عليها فينا نرقها ونحطها بالبراد، ساعتها بتسقع بطريقه كثير سريعه اذا كانت رقيقه العجينه. اوكي. وبرشتها فينا نقطعهم كيوبز مثل ما عملنا هون كمان اثنيناتهم بيزبطوا كيوب. اوكي. يعني حسب الشخص اللي عم يعمل بيقدر يعملهم بالطريقه يلي هو بحبها. أي. بهالشكل. واذا ما بده يستعمل كرامبل بيقدر يستعمل اي شيء، بيقدر يحط اي بسكويت شوكولا بيقدر يشتريه. او اذا عنده عجينه تارت بيقدر يستعمل عجينه التارت بنفس الطريقه. بنفس الطريقه هي بالبراد فينا نبرشها، فينا نقطعها وبدنا نزين فيها هون. صحيح. اوكي. وعندنا هون الكريم شونتي شوكولا، هي عباره عن كريم وسكر بودره وكاكاو. اذا ما حطينا سكر بودره بدنا ننتبه على نوعيه الكريم اللي جايبينها، لانه في كثير انواع كريم ما في بقلبها سكر فممكن تطلع كثير مره، فهيدي كثير مهم انه واحد ينتبه اذا الكريم حلوه ولا ما حلوه. مندوق. اذا بقي شيء اذا بقي شيء بنزين، اذا ما بقي شيء بنكون اكلناهم. اوكي. هلا نحن بدنا نبلش نزين هون. شو عملنا هون؟ عملنا الديكور شوكولا. فينا يعني نحن الطريقه لحتى كيف عملتهم هون يكون هين على اللي بدي يعملهم بالبيت. بيقدر مثل ما نحن عملنا، جبنا كيس نايلون صغير. اوكي. وحطينا بقلبه شوكولا دايبه ومديناهم بالكلينج فيلم لحتى صاروا رقيناهم يعني 100%. اوكي. رقيناهم لحتى صاروا رقاق. هو الشوكولا كل ما كان رقيق كل ما بيطلع اطيب. اكيد. رقيناه هون، قطعنا هول المدورين بفنجان قهوه، وهول عملناهم بالسكينه. بيقدر واحد يعمل ديكور اللي بده اياه، بيقدر يعملهم كاري او ريكتونجل او. اوكي. هون بس شوكولا يعني ما في شي؟ بس شوكولا، ما في شيء ثاني داخل معه. مسقعين كثير. اوكي. هلا الموس شوكولا، انا حطيت الموس دغري بالكعب. بنقدر نحن نحط بالبدايه كرامبل بكعب الكباي، وفينا نحطهم على الوجه. انا حاحط الكرامبل على وجه الموس شوكولا، وحارجع احط كريم شونتي وزين بديكور الشوكولا. يلا. وعن جد يا ريت نقدر نلحق البراونيز. هلا بفتكر وحده حنجرب قد ما فينا، في وحده فينا نشوفها بعد شوي بتطلع معنا. هي كريم شانتي شوكولا، فينا نقول انه يوم الشوكولا العالمي. انا ماني زعلانه يعني، انتبه، انا بالعكس كثير مبسوطه. يعني اللي بيحضر هالحلقه ما بده يكون عم يعمل رجيم، ما بيكون عم يفكر بالرجيم. مين عم بيعمل رجيم؟ ما حدا. ما حدا. وعيد وما عيد ونصير رجيم على الاخر. اذا نحن حنحط الموس شوكولا هون. هلا يلي بده يزين بالبيت الافضل ينطرهم يمكن حتى مظبوط يجمدوا. صح. نحن اليوم لانه في عندنا هول الشوتس، انا هول ضيق الوقت، انا هول حاطط كرامبل بالكعب من تحت. اوكي. هاي الكريم شانتيه شوكولا عم نحطها على الوجه. اوكي. فينا نعمل هاي ملعونه دبل يعني ندعمها ندعمها. اكيد. هلا بلش الحكي فوالا. اوكي. اوكي. نحن حنرجع نحط هلا الكرامبل على الداير الكريم. وفينا نحطهم عليها دغري، بس نحن بدنا نحط الديكور شوكولا. اكيد. اوكي. هلا يلي ما كثير بحب بس انه الشوكولا بيقدر شوي يحط الوان، يحط بيقدر يزيد كريم شانتيه ابيض شوي او 100%. بيقدر يزيد، بيقدر يزين بفروي روج ايه لهيك صار طعمه شوي الشوكولا، لانه في ناس بتحس ويحط لون، في ناس بتحط يعني بتحب تزيد لون. صح. اوكي. مثل ما شايفين هون مبينه؟ اي اكيد. هلا رح نحطهم قدام الكاميرا نقربهم لنفرج شو عم نشتغل هون وهون وهون وهيك. هول الصغار ما بيطلع لهم، هول الصغار انا بحب كثير ال ايه بس ما بيطلع لهم زينه؟ بلا اكيد. ايه ما فينا نزعلهم. عظيم جدا.
اوكي. ماني فينا نحط شوي كرامبل شوي صغيرة. نحن مش عط صغير. هلا بدنا نحط ديكور شوكولا. سوري بس انه اوبس. لا سوري بعتذر يعني. تفضل. هيدا كل شيء دبل هون. انت خبيتيها. ما خبيتها انا، زحتها على جنب قلت انا. كل شيء دبل. كل شيء دبل. اوكي. انا لو عارفك من الاول بتحب الشوكولا كنت كترت لك حطيت كرامبل من تحت وكرامبل من فوق. هاتك ما كنت احضر قبل شو بدي اعمل. معلش. عظيم. اوكي هلا حنحط الديكور شوكولا. هو اللي عندنا هون. فينا نحط بهالشكل. فينا نحط مدور. أنا بفتكر لأنه فتحنا الفرن نزعت لك وحدة. من ال ما بيأثر. ما بيأثر إيه؟ أوكي. هلا هول الصغار حنكسر شوية شوكولا نحن. فينا إذا ما بدنا نقطع فينا نمد شوكولا ونتركها لحتى تجمد، نرجع نحن بنكسرهم بيطلع معنا كمان ديكور مرتب. أوكي. كثير مهضومين. بهالوقت انت عم بتكفي تحضيرات وتزيين، خليني انا بس اقول للمشاهدين انه بكره عالم الصباح طبعا رح يرافقكم مشاهدينا انما بوقت شوي اقل من الوقت المحدد، طبعا لانه رح بيكون في عنا نقل بكره احد الفصح. طلب ينعاد على الجميع، وطبيعي يكون في نقل الهجمة ولا الأدديس اللي رح بتكون موجودة بكرة ابتداء من اليوم. الناس بلشت تتعيد سبت النور، طلب ينعاد عليكم جميعا. عرمنا صباحي بعد شوي رح يخلص، من بعد ما اترك مجال لشيف محمد يعطيكم كل التحضيرات يلي كانت اليوم، بس حبيت ارجع اذكر لحتى بكرة تعرفوا كيف رح بيكون وقتنا بعالم الصباح نهار الأحد. فينا بعد عنا اشياء مخبية بالبراد؟ ايه نحن حاطين هون محضرين عنا اشياء مخبية عشان ما نزعل المشاهدين. اوكي لانه ما طلع بعد عنا، بدنا وقت بالفرن. بدنا بعد وقت، بدنا شوية وقت. اوكي ما رح نلحق، بعد عنا دقيقة بعتقد. نحن حنحط هون البراونيز. إلى غير طريقة؟ ليش عليناها؟ بدي احط لها الشوكولات جليز تحت ينزل لتحت. اوكي هذا الشوكولات جليز هو عبارة بس عن زبدة زبدة وشوكولا دوبناهم نحن، حطيناهم بماري من الاول. اوكي على نار هلا بعدهم سخنين، بس يبردوا بدها ترجع تجمد شوي. صح حنحط شوكولا بهالطريقة. اوكي وكمان رح نزين بالكريم شانتي الشوكولا. بدنا نتركها شوي يمكن لتجمد. فينا نستعملها دغري ما بيأثر. ما بيأثر. اوكي اوكي بدنا نجيب صحن. بهي الطريقة حنشيلها من بعد ما يكون كل الزيادة نزل. اوكي جريت. نحن خلصنا، وقتنا خالص، بقى شيف محمد انت وعم بتزين. بدي ودي على المشاهدين. رح نحط بعد بدنا نزين شوي نحن الصحن. اوكي بدنا نزين بهي الطريقه.
أو الطريقة اللي نحن بنحبها. ما بهم. كثير مهضومين. رح أتركك تكفي التزيين لآخر صحن معنا اليوم، بقية نهار كثير حلو بدي أتمنى لكم جميعا مشاهدينا، كمان مرة ينعاد عليكم دائما إن شاء الله كل أيامكم بتكون أعياد فرح مثل ما قلنا صلاة ومحبة. A rhapsody for you and me, and every